لا يعني عايز اقول لك حاجه، اللي ربناهم، شوفي بقى الكلمه، خلي بالك، اللي ربناهم كويس في نادينا ممكن يبقوا زينا. يعني اللي ربناهم كويس في نادينا، وانا واعي للكلام اللي بقوله، لان انا معظم اللعيبه اللي متواجده على الساحه دي كلها عشرناها ودربناها ومرناها وجبناها. ويمكن في مدرب كبير اسمه بدر رجب، يمكن من اعظم وافضل اللي مرنوا البراعم في تاريخ الوطن العربي كله. بدر رجب يمكن كل معظم اللعيبه دي كلها، خلي بالك احنا لما كنا في مدرسه الكوره احنا اللي جبناهم، ده الكلام ده من وحتى تلاقي ان الاسماء دي كلها اسماء مستعاره احنا اللي طلعناها. يمكن يعني كهربا مثلا، دي بتاعت بدر رجب، تريزيجيه بتاعتي انا اللي كنت مسميه تريزيجيه، وهو مش اسمائهم كده خالص. خلي بالك احنا مره الاداري بتاعنا غاب، فجينا نحط السكور، احنا ما عرفناش اسماء اللعيبه. يعني بيكام ده اللي في وادي دجلة، ده بدر رجب مسميه، اسماء كتير قوي، كل اللعيبه اللي لهم اسماء مستعاره في النادي الاهلي. ليه كهربا؟ بدر كان شافه وهو كهربا، ده كان شقي جدا وهو صغير، ولعيب كان شقي جدا، ومره جنن بدر في النمسا، عشان كده من بعديها سمى كهربا. شقي جدا، شقي جدا، كان شقي يعني، وطول عمره لعيب كويس وشقي. وتريزيجيه، عشان كده لا، تريزيجيه ليه قصه، لانه اول ما شفته في النادي لما جبناه كان لابس تيشيرت تريزيجيه برقمه، وكان بيلعب راس حربه ساعتها، خلاص بقى اسمه تريزيجيه، وانا سميته. يعني انا كنت لما باجي بندهله بالاسم اللي وراه، كان شبهه بالظبط، شبه تريزيجيه بالظبط يعني. وهو صغير يعني، لو جبت صوره وهو صغير في ناشئين الاهلي كنا جايبينه صغير قوي، فكان شكله كده، فسميته تريزيجيه.